السلام عليكم عزيزاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم طريقتي في تنظيف الاواني المنزليه. الكسرونات يعني بواحد المكون اللي طبيعي اللي كاين في الطبيعه، ما كانش ريما حتى حاجه، اللي هو الرمل. هو هذا الرمله اللي كتكون في البحر، رمله عاديه هي باش كنظف هاد الاواني، يعني كتجي نظيفه بزاف بدون مواد كيماويه لا حتى حاجه. هانتوما كيما كتشوفوا الكوكوب ديالي يعني فيها شويه ديال الوسخ كيما كتشوفوا، يعني وهاد الرمله يعني باش مزيان كنضفو بها حتى لداخل ديال الكوكوب او ديال الاواني ديالنا، لانها ما فيهاش مواد كيماويه اللي ما نخافوش منها. كناخد هاد الجيكس هذا اللي كنكون في الزكاه بالماء، وغادي ناخد الرمله ديالي بهذا الشكل، ندير شويه في ال وغادي نبدا نحك كيما كتشوفوا بهذا الشكل هذا، يعني كتحيد بهذا الطبيعه بدون مجهود، يعني ماشي شي مجهود لي غنقولو يشكل مزيان بهذه الطريقه. كنستعمل هاد الجوانب حتى هما، كنفكها مزيان وغتشوفي معايا كيفاش غادي تولي من الداخل. هنا كما كتشوفوا من بعد كيف الداخل ديالها جيدا غادي حتى الخارج كما كتشوفوا، يعني دائما شويه ديال الماء، كنضيف شويه ديال الماء للجيكس ديالي، وغادي نضيف هنا الرم ثاني هاد الخارج ديالها حتى هو، يعني كيتنقى مزيان كيبقاش في داك الاوساخ، وحتى يعني بدون استعمال مواد كيماويه لا حتى حاجه، يعني مكون جد بسيط ومتوفر. تحت كيكون فيها دوك لي تراس ديال العافيه ديال البوطه كما كتشوفوا، كاع هادوك الطبايع كتحيدهم. ومن بعد ما حكيت الطنجره غادي نحك حتى الغطا ديالها حتى هو، غادي ندوز عليه يعني بنفس الطريقه جيدا، يعني هذه الطريقه الصراحه انا عجبتني بزاف ملي جربتها، استغنيت بتاتا عن المواد الكيماويه، كنستعمل غير هذه الطريقه لتنظيف الاواني ديالي. مرة في الشهر بحال هكا كنظفهم، مكنخليهمش حتى كيتوسخو بزاف. هاهي الكوكوب ديالي، من بعد ما نظفتها مزيان بالرم غسلتها بالصابون بالمسحوق ديال الأواني، وهاهي كيما كتشوفو من الداخل، يعني كتجي نظيفة مزيان من الداخل حتى من برا، يعني نظفات مزيان. وبالنسبة حتى الغطا ديالها حتى هو نفس الشيء. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم بهذه الطريقه وتجربوها ان شاء الله، وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي جيم ديالكم وبلا تعليقاتكم المشجعه، وما تنساوش تشتركوا في القناه بالنسبه اللي مازال ما اشتركتش فيها، والضغط على الجرس باش يتوصل بالجديد. وكنشكركم مره اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.